اهلا وسهلا بكم متابعين معرض الكره العراقيه. ناخذ اراء اللاعبين. تعال حبيبي سجودي، بما انت اللاعب اللاعب هاي مالاتك، شلون شفت الدوري؟ احنا كنا يعني مراكز يمكن العاشر لو التاسع. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك الدوري لنا. هو المفروض من قبل هاي الجولات نحسم، بس الحمد لله والشكر بالاخير توجنا باللقب. هذه 3 توالي، مبروك للجميع، مبروك الجماهير، تعبت سنه كامله حر وبرد، وان شاء الله مستمرين بحصد الالقاب. حبيبي شكرا سجودي، الله يوفقك حبيبي. حمودي اللاعب حبيبي، ولو انت مين قال لك لاعب؟ زلنا بنزلنا. الله يسلمك. شنو رايك بما انه كنا متاخرين بالدوري وهسه حسمنا الدوري اخذنا الدوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الف الحمد لله والشكر. الصراحه دوري مضغوط، دوري صعب، بس قدرنا نحافظ على اللقب مثل ما تعرف الثالث على التوالي. الحمد لله والشكر بجهود اللاعبين، بجهود الكادر التدريبي، الاداره، يعني ما قصرنا. وانت السبع حبيبي منوفي اخوي، الله يبارك فيك. ابو حسني، ابو حسني، ابو حسوني قالوا ملك الانجازات. تدري ايش قالوا؟ حسن يزامط والنعم، هاي صداره للزلم. زودكم اكيد حبيبي، انتم الزلم، الف مبروك لكم على هذا المستوى. فريق ياخذ 3 دوري اكيد هذا مو شيء سهل، ما يكون الا صدق رجال يعني بمعنى الكلمه. مبروك لكم، مبروك للكادر التدريبي، مبروك لجمهورنا، مبروك الاداره اللي صراحه اشتغلت يعني ليل ونهار. الحمد لله وشكر هذا الانجاز. من اليوم ان شاء الله اليوم نفرح وعندنا كاس، نفكر بالكاس ونفكر بالسنه تجي ان شاء الله نحقق الرابع باذن الله. حبيب الروح مناخ ابو علي، حبيبي حبيب ابو علاوي، اول شيء مبروك عليك، ثاني شيء انت اول موسم نادي الشرطه، اول موسم اول لقب لك، الف مبروك. كنت يعني فعلا زلمه بن زلمه، شنو رايك؟ واحنا كنا متاخرين بالدوري وهسه حسمنا الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم، الف مبروك للاعبين، الف مبروك للاداره، الف مبروك للجمهور. الصراحه شيء ينحسب للاعبين والاداره، لان اتوقع يمكن ثاني مره بالدوري العراقي، بتاريخ الدوري العراقي يصير 3 مرات على التوالي ياخذونه، فالمفروض تكريم خاص مو الي، لذول اللاعبين اللي صراحة ثالث مرة على التوالي ياخذونه. أكيد هذا مو شيء هين، تعب، وخاصة يعني شغل هذه الإدارة مبين. فأتمنى لهم التوفيق، وعلينا نطوي هاي الصفحة اليوم. يوم الأحد انتظرنا لعبة الكاس، إن شاء الله احنا عازمين على تحقيق الدوري والكاس. وألف مبروك لهاي الجمهور والإدارة واللاعبين. أبو زهرة الكابيتانو حبيبي الكبير حبيبي الخبره نسلمك. ايش صار مراسل يعني مال الفريق، يعني النعمه مال الفريق كله الصراحه القدوه. الله يخليك، سلمك الله. مبروك مبروك لك كل اللاعبين. بما انه احنا كنا متاخرين بالدوري وهسه حسمنا الدوري، شنو رايك بالمنافسه تشارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بالبدايه مبروك لك، الله يبارك، مبروك لكل اللاعبين، مبروك للكادر التدريبي والاداره والجماهير. هذا الانجاز التاريخي لفريق الشرطه. الحمد لله والشكر، كان موسم صعب، خاصه انه المنافسه كانت صعبه لحد اخر مباراه. احنا محاسمين الدوري اصعب من الموسمين اللي سبقا، لكن الحمد لله والشكر قدرنا انه نحقق اللقب بمجهود الكل. الكل تعب هذا الموسم، امنياتنا انه الكاس يكون في خزان نادي الشرطه ان شاء الله. هذا امنيتي الشخصيه وامنيه الكل، تحقيق لقب الكاس ان شاء الله. خلص خلصنا الدوري مثل ما نقول، نفرح لنا يوم يومين ان شاء الله. عندنا مباراه قادمه ان شاء الله مع النفط، وان شاء الله نكون قد المسؤوليه ان شاء الله. حبيبي الله يحفظك. حبيبي محمود العقيد المواس الكبير الفنان الهداف، كل هندي كل هندي، شنو رايك؟ احس نفسي بريال مدريد. اي طبعا شنو رايك؟ واحنا كنا متاخرين بالدوري. مبروك الحمد لله، بالعكس انا كل ثقه فيكم والله العظيم. اخواني اللاعبين الابطال انتم ما قصرتوا، ادري بكم تعبتوا وتعبتوا تعب كبير والله، بس بالاخير الحمد لله لنا البطوله الدوري وجداره واستحقاق. نحن ما نصامط الا بالاخير الحمد لله. نعم. الحمد لله انا صامطت فيكم كلكم حبيبي. شكرا، مبروكين مبروكين.